فرضت هدن نظام الأسد السورية في جنوب دمشق ومن قبلها الحصار واقعا أليما أضر بالمدنيين ومقاتلي الجيش السوري الحر، إذ أدت تلك الهدن إلى إهمال المنطقة ونسيانها، لينعكس ذلك الإهمال على حال فصائل الجيش الحر في المنطقة، خاصة في تصديهم لتنظيم داعش في الجنوب السوري. التقرير التالي يرصد حال أحد مقاتلي الجيش الحر في جنوب العاصمة السورية دمشق. عين على الوطن وعين على الجد والكفاح، مقولة لخصت حال كل ثائر في الجنوب الدمشقي. أبو عمر شاب سوري ترك جامعته ليلتحق بركب الثورة ضد الظلم والاستبداد وينتهج أخيرا درب الكفاح المسلح الطويل. نحن كنا نتفرج على التلفزيون شو عم يصير، وشفنا في ظلم يعني من قبل النظام، الميليشيات تبعية النظام كانت تظلم تقتل بأهل القرعة. فعندنا بالمنطقة أغلب الناس قامت كمان كانت تتفرج على التلفزيون، قامت إنه تطلع مظاهرات مشان أهل درعا. طبعا أنا كنت من بين العالم عم تطلع مظاهرات. لقد فرض حصار النظام للجنوب الدمشقي واقعا مريرا أجبر الثوار على قبول مهادنات النظام وميليشياته الأجنبية حفاظا على أرواح المدنيين والأطفال هناك. بعد مشاورات بين الكتائب والقادات والأهالي المدنيين طبعا اللي كانوا معنا متحاصرين وجوع وقلة ذخيرة، اضطرينا أنه هذا النظام مشان الأطفال، وطبعا كله بيعرف المنطقة الجنوبية وقديش مات الأطفال أيام الحصار، تعرضنا لحصار قوي جدا يعني. ولم يقتصر ذلك الواقع للثوار على جبهات النظام وحسب، وإنما ازداد مأساة مع حصار داعش لهم وتهجيرهم في نهاية المطاف. فها هو أبو عمر يرثي نهاية رفاق دربه القدماء على أيدي عناصر داعش في المنطقة. ومن الناس يعني اللي يعني فقدتهم كثير ووجعني يعني رحيلهم واستشهاده، وهو قائد مجموعتي أبو الحارس الجولاني. يعني إنسان كان يعني قاتل معنا من بداية الثورة، فينا ذكريات كثيرة معه. بيوم الأيام عملوا له كمين دواعش وراجع من منطقة ببيلة، كان عم يجيب لنا أكل وغذاء للعناصر والكتيبة، فإذ تفاجأ إنه الدواعش عاملين له كمين يعني على الطريق، قتلوا والله يرحمه ويتقبله. إن النسيان الكبير لتلك المنطقة أجبر أبو عمر على مزاولة مهنته رغم جميع الصعاب لكسب قوت يومه، لينتهي به المطاف ما بين كفاح السلاح وكفاح الجد والعمل.